وانها البحر تصرف طبقا للقواعد لا تتوافق مع قواعد المجتمع، ودخل في هذا التساهم المضر مع الدولة. طب دلوقتي معلش في نقطة بس أنا كنت عايز أفهمها. دلوقتي بالنسبة لحضرتك إن الكلام باسم الكنيسة في الفترة من أول السبعينيات لحد الفترة ديت، هل هو يعني متمثل في أشخاص، بمعنى إن زي بعد ما الشيخ مثلا أنبا ماكسيموس مثلا عن الكنيسة في أحد تصريحات ليه كان قال إن بدأت الفتنة الطائفية تحصل أو الإحساس بالاضطهاد نتيجة من بعد ما مسك البابا شنودة الأرثوذكس في مصر، فكان هو في يعني الموضوع في أهداف، ان هو الراجل ان هو شنوده له تطلعات وله اهداف معينه من ساعه ما مسك المنصب، وهو ليه اهداف معينه هو عايز يوصل لها، فبنى هو يعني وجود ان الشعب المسيحي نفسه نتيجه بعض الحاجات زي ما حضرتك قلت هي بتحصل للشعب المصري عام مثلا، وهو بنى بينها تصورات، البناء التصورات ده كان جاي نتيجه ان الكنيسه بتشحن التصورات دي وهي اللي بتحاول تحفز شعب الكنيسه ان الامر ده موجود، والا ان المسلمين ما حسوش بالامر ده حتى كأشخاص لوحدهم، بينما إن لما كان في شخص بيعبر عن الكنيسة فعلا تعبير قوي جدا هو اللي شحن الأمر ده لأهداف معينة. يعني هل ده حقيقي؟ وزي ما كان بيقول الأخ فاضل سليمان في اللقاء بتاع الجزيرة مع أستاذ جيل إبراهيم، كان بيقول إن ده وهم، يعني هو الكنيسة من أول فترة حضرتك السبعينات أو الفترة ديت بدأت هي تتدخل عند بعض المسيحيين أو أغلب المسيحيين فكرة الاضطهاد الديني، وده مش متمثل في الكنيسه بصفه عامه زي ما حضرتك قلت من اول فتره معينه من اول حقبه معينه، متمثل في اشخاص معينين هم اللي عايزين كده. يعني هل ده صحيح؟ في اشخاص معينه هي اللي عايزه الهدف ده؟ بالظبط، هو يمكن السؤال يعني يمكن نمثله بشكل تاني. شخصية الأنبا شنودة، تمام، هي شخصية نقدر نقول إنها شخصية محبة للصراع، ما هي شخصية هادئة زي السلف، هي شخصية محبة للصراع من أيام ما كان شاعر الأستاذ مكرم عبيد، أعتقد إن هو كان حتى الأشعار الخاصة بيه كان الشعر الثوري، تمام، وحتى مكرم عبيد اعتقد كان يعني بيحب منه حاجه زي كده، وهو مع انه كان شاب ومكرم عبيد كان في منصب كبير جدا، لكن كان مكرم عبيد كان مقربه ليه جدا بسبب وجود الشكل الثوري ليه، واصلا الشكل الثوري هو يعني الانسان اصلا مفطور على محب البني ادم اللي عنده نوع من انواع الثوره او نوع من انواع حب التغيير، تمام، فضلا ان ساعتها كان في منظمه اقباط الامه، يعني منظمة أقباط الأمة ما أعتقد نشأت على إيد أعتقد الأستاذ فهيم هلال، إبراهيم فهمي. إبراهيم فهمي هلال، تمام، هي أعتقد برضو كان في نفس الوقت اللي ابتدى فيه أستاذ نظير جيد أو الأنبا شنودة إن هو يبدأ يبقى له يدخل مدارس الأحاد، مدارس اللي هو الأحد، ويبتدي ياخد السلك اللاهوتي، فهو كان برضو على علاقة بالمدرسة دي. فهل لا في التوقيت كده في لخبطة تاريخية، يعني مسألة دخول الأنبا شنودة باسمه الأول النصير جيد مدرسة الأحد ثم دخوله سلك الرهبنة سابقة على تأسيس جامعة الأمة القبطية التي بدأت تأسيسها عام 51 أو عام 52، كان هو في هذه المرحلة دخل سلك الرهبنة. دخل سلك الرهبنة، هو احنا يعني يمكن هي معلومه فعلا ما وصلت لنا، ممكن تكون وصلت خطا، بس احنا كان وصل لنا ان الاستاذ نظير جيد، تمام، او الانبا شنوده من 51 او 52، هو بالفعل في الفتره دي كان يعتبر بدا زي ما انت حضرتك قلت ياخد سلك الرهبنة، بس ما وصلناش المعلومه دي، لكن هو كان قبليها يعني هي طبعا جماعه اقباط الامه نشات على جماعه الامه القبطيه، جماعه الامه القبطيه كانت نشات كوجه مضاد او كشكل تاني من اشكال جماعه انشاء الاخوان المسلمين. لا خلينا نقول ايه، انه مسار مجموعه الرهبان الجدد اللي دخلوا الدير منهم الانبا شنوده والانبا متمسكين سابقا يعني سابق له ثم الانبا غرغوريوس والانبا صميد، ده كان مسار مجموعه من الشباب أرادوا الإصلاح والتغيير ورأوا إنه يحدث هذا الإصلاح والتغيير من داخل الكنيسة، وكلهم من أبناء مدارس الأحد التي تنسب إلى حبيب جرجس، وصاروا في فكرة الدخول في الرهبنة والدخول داخل الكنيسة وتغييرها من الداخل. جماعة الأمة القبطية كانت رافض آخر
لا طبعا هي لم تستقر أكثر من سنتين يعني، بعد كده النظام المصري قضى عليها، ولكنها كانت رافد آخر للعمل القبطي المدني في الحياة العامة على شاكلة جماعة الإخوان المسلمين، لكن في شكل تنظيم وجمعية خارج إطار الكنيسة. سرية جماعية يعني لا مش ممكن سرية، لا لا واخدة شكل علني. جمعية علنية تعمل في الشارع. أهمية فكرة جماعة الأمة القبطية إنها كانت بتحاول تأسس كيانات مدنية للأبطال بحيث يكون لهم فعلهم وتأثيرهم داخل خارج أسوار الكنيسة. دي أهمية. طبعا هناك كثير من أفكار جماعة الأمة القبطية لها علاقة بمسألة الهوية ولها علاقة بمسألة جذور مصر الفرعونية، وأن الأبطال هم الكيان الأصلي، وفكرة إعادة إحياء اللغة القبطية. هذا التيار نما في أكثر من اتجاه، نما من داخل الكنيسة، من داخل الرهبان، ونما أيضا في جماعة الأمة القبطية. جماعة الأمة القبطية تم القضاء عليها سريعا. ظهرت هذه الرؤية لدى جمعيات أقطاب المهجر في السبعينات، وأيضا نمت داخل الكنيسة في داخل الأديان. فنحن كنا بصدد ردا بقى على السؤال، القضية ليست قضية أشخاص، لكن قضية أشخاص وظرف ومناخ عام. وبالتالي كان هناك ينمو داخل الكنيسة وخارجها وبين الأقباط رؤية تقوم على فكرة الأقباط هم العرق الأصلي، وإنه مصر مصرية وفرعونية وليست عربية ولا إسلامية، وإنه يجب أن نستعيد التراث القبطي واللغة القبطية ونتكلم مرة أخرى باللغة القبطية. حمل هذا المشروع بعض الرهبان داخل الأديرة، وحملته جماعة الأمة القبطية، لكنه لم يحظى بظهوره إلا في السبعينات. بعد 71 بعد تولي الأنباشنود الكرسي البابوي. لكن عندما ظهر ظهر بشكل الظاهرة التي يعني لم يكن هناك فسحة زمنية لشخص أن يبني هذه الظاهرة، لكن الشخص جاء في اللحظة المناسبة، يعني جاء شخصا متوافقا مع الظاهرة نفسها. هو كان يعني نقدر نقول مثلا من ضمن الاسباب اللي يعني اللي كانت مناسبه فعلا للموقف ده ساعتها، وزي ما حضرتك قلت مثلا خروج من النكسه ووجود بعض الجماعات الاسلاميه اللي بدات كل واحد بيشوف كيفيه الاصلاح من وجهه نظره هو، وخرجت بعض الجماعات اللي كانت بتارة مثلا، وكان بيحصل منها بعض الاحداث زي استحلال مثلا دم النصارى يقتلوهم او يدخلوا على بعض محلات الذهب عشان يسرقوها بدرجه عشان ده راجل نصراني بقى يقتل ومش عارف ايه. فيمكن ده ساعد على الامر ده، ان هو الحق دول لا احنا متعاطفين، وان المسلمين دول ده لو قدروا عليكم هيعملوا ابتدي بناء التصور ده عند المسيحيين. خلينا يعني تاريخيا، ودي نقطه مساله مهمه جدا، انه مع بدايه السبعينات وفي نفس اللحظه وفي نفس التوقيت بدا نشاط مسيحي في شكل حركات مسيحيه ونشاط اسلامي في شكل حركات اسلاميه. لم يكن اي منهما فعل والاخر رد فعل، كلاهما بدا في نفس اللحظه. ومن يعني من طرائف التاريخ انه البذره كانت كليه الطب القصر العيني في القاهره في الحالتين. يعني بدايه النشاط القبطي اللي يمثل حركات مسيحيه جاء اولا بمبادرات خارج اطار الكنيسه، بدات في الجامعه في نفس اللحظه اللي بدا فيها تاسيس الجماعه الدينيه اللي سميت بعد ذلك الجماعه الاسلاميه. يعني هي لحظه اعاده دور الدين في المجتمع المصري، وإعادة الهوية الدينية، واللجوء إلى الدين بعد أن انهارت كل الشعارات الأخرى وانهارت مشاريع الدولة كلها، ولم يقم لها مشروع من بعد 67. يعني ظلت لدينا في مصر دولة بلا مشروع. حدث هذا اللجوء، لكنه عندما حدث كانت الحركة الإسلامية تتحرك في إطار الهم العام، لكن الحركة المسيحية تحركت في إطار الهم الخاص. طب دي نقطة مهمة، بس أنا كنت عايز أعلق عليها. دلوقتي وجود تفكير المسيحيه ساعتها بان هو يبتدي برضه داخل طور التغيير بقى للمجتمع، وازاي احنا نقدر نوصل بقى سواء الدين او اللغه زي ما حضرتك قلت تبتدي الكلام ده يحصل، بس هم حاسس هم كاقليه يعني في الوقت دوت، يعني ده امر يبقى مستبعد بدون الالتحام بقى بين المسلمين والمسيحيين. يعني هو لو كان الفكره في الموضوع هو بناء قيم او بناء مجتمع جديد، يبقى يعني هيبقى صعب ان اقليه هي لوحدها هي اللي تقوم بالامر ده، بينما ان المسلمين لما يحصل مثلا شغل جماعات تحزبات دينيه او عشان تقوم بالتغيير ماشي، يقول ان المسلمين اغلبيه في الاصل وبناهم على فكره الدين هم فكره الاغلبيه السائده، اما ان تكون اقليه هي اللي تحاول تغير بفكرها هي كمان شخصيا وبانعزالها عن الفكر الثاني،
فده مش امر كان مستبعد او صعب شويه تحقيقه حتى. طب خلينا يعني خلينا نقصد شويه ما حدث. هنجد انه في السبعينات عندما بدات بعض الحركات القبطيه والمسيحيه في الظهور في الجامعه وابتدت تشكل حركات طلابيه، اولا هي بدات خارج اسوار الكنيسه، ثانيا لم تبدا بمبادره مسيحيه، ثالثا شهدت السبعينات ظهور العديد من الحركات والجماعات المسيحيه خارج اطار الكنيسه وكانت في بعضها ضد الكنيسه، كانت تعتبر الكنيسه ليست كنيسه حقيقيه بل كنيسه بالاسم وليست مسيحيه حقيقيه، ودخلت بعض الجماعات في صراعات مع الكنيسه. يعني هذه لقطه من المهم ان نظهرها قبل ان نسترسل تاريخيا. في هذه اللحظه كثرت ما يسمونه الجماعات الموازيه للكنيسه، لدرجه كان يمكن ان تهدد سلطه الكنيسه على شعبها او سلطه الكنيسه في المجال المسيحي من كثره الجماعات الموازيه لها التي تدعي انها تمثل المسيحيه الحقيقيه وكنيسه لا تمثل المسيحيه الحقيقيه. في هذه المرحله ايضا بدات هذه الجماعات تتكلم عن الشان المسيحي، وبالتالي دخلت مباشره في الشان الطائفي، ان كل ما يهمها وكل الاسئله التي تدور في ذهنها هي قضايا تخص المسيحيين فقط لا تخص المجتمع عامه، لكن لا تخص قضايا العبور وقضايا كيفيه قيام النكسه او او حرب 73، قضايا داخليه تماما. قضايا داخليه، قضايا الداخليه اصبح جزء منها فكره موضع الطائفه ومكانتها وحقوق الطائفه ومكانتها وماذا يحدث للمسيحيين وما هي المشكلات التي تحدث للمسيحيين. ثم مع ظهور بقى العنف يعني اصبحت كل هذه قضايا على جدول اعمال الطائفه. الطائفه عندما تبني هويتها بهذا الشكل بيصبح الشان العام هو شان الطائفه ولا يوجد شان عام اخر، فتتكلم عن كيف تحمي هويتها وتصل سريعا. وفي السبعينات هذا حدث في السبعينات، ان الهويه العربيه خطر علي، ان الهويه الاسلاميه خطر علي، ثم اصبحت الحركه الاسلاميه خطر علي، ثم اصبح الشريعه الاسلاميه خطر علي، مقوله السادات انا رئيس مسلم لدوله مسلمه خطر علي. كل هذا حدث في السبعينات، حدث لدى حركات مسيحيه وحدث داخل الكنيسه وحدث لدى جمعيات اقطاب المهجر. هل كان اسرع في التعبير عن وجهه نظره جمعيات اقطاب المهجر التي بدات سريعا تعبر عن حل الازمه الطائفه. يعني في البدايه تصورت ان هناك ازمه طائفه واقتنعت في وعيها بازمه الطائفه، ثم بدات تحل ازمه الطائفه بانه مصر تعرضت لغزو عربي يجب ان نعيد تمصير مصر. البعض في السبعينات وهم قله قليله جدا وصلوا لفكرة إقامة دولة قبطية وميليشيات مسيحية. هذه الفكرة ظهرت في السبعينات وماتت في السبعينات، وهذه مسألة مهمة. لقلة نتيجة يعني مفيش إمكانية لحاجة زي كده. لأن هو لا توجد إمكانية عملية. الأخبار عبر التاريخ كله منتشرين في جمهورية مصر العربية. وبالتالي الوضع الجغرافي للأخبار منع الفكرة منذ البدايات. لأنه إذا أقيمت دولة في الصعيد الأخبار نصف طابور. المسيحيين الذين عاشوا في مدينة القاهرة هيبقى تسليم وتسلم بين دولتين، دول يسلموا المسلمين ودول يسلموا المسيحيين، وبالتالي الواقع الجغرافي والتاريخي والانصهار والاندماج الحادث تاريخيا منع الفكر. تصور البعض انه المسيحيين في حالة خطر وبالتالي يجب حمايتهم، يبقى يجب تكوين ميليشيات مسيحية. هذا حدث في السبعينات، هناك من فكر، بل دهني اقول انه على حد معلوماتي وهي روايات ان هناك من اخذ بعض الاقباط الى لبنان ليتم تسليحهم اثناء الحرب الاهليه في لبنان باشراف الموارنه، ويعني كان يتم حمايتهم داخل القطاع الماروني لتكوين ميليشيات قبطيه. لكن هذه الفكره لم تستغرق شهور وفشلت لانها فكره غريبه جدا. كيف يمكن تكوين من جماعه قليله العدد ميليشيات تعود الى مصر قليله برضه اللي تحرير مصر من العرب ازاي؟ يعني الفكره غير واقعيه، وبالتالي ماتت هذه الافكار لانها افكار غير واقعيه وغير عمليه. لكن ظلت